شكون القاتل؟ شكون القاتل؟ يا بنتي يهديك، تشنية الحكاية اللي طلعت لي بها تو؟ تشنية الدار مارجينك؟ هي وانا شو نعمل؟ بطل خدمتي؟ اوه يا سحر يهديك، بيها يغزل لي عندي دوبلا بيل تو 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 نكلمك. يا تو نكلمك. وي يا صبري، ساعة باش تهز اخلط علي تقسيم جديد، هاي جريمة قتل اخرى. واضح هيا، انا مانيش بعيد ديجا، ربع ساعة ونجيك. شو كيفاش، ما صدقت ربي جاني دوبلا بي. هيا اطلبوا اللقحة. اشنوه تو 17 نفر على كلب. اهلا صبري، تشنوه رجعت لك الفوبيه متاع الكلاب؟ فين كنت اخي انت؟ يا بعض سحر رسست وبعد نحكي لك اشنية الحكاية هذه. متقاعد، اسمه بدر الدين، وطاو جثته من القاطع على الارض، حسب المعطيات الاولية فما شكون دزه من البلكون. اي وشكون اللي بلغ؟ جاره يسكن مقابل، شافوا لي حكاية الكلب اللي قالب الدنيا وهي مكملوا لداخل. باهي باهي يا زميل يا زميل، تيايا تشنية الحكاية تو، كلب حرتوا فيه الناس الكل. شو اسمك وقداش عندك تسكن لهنا وتعرفوا المرحومة؟ حسون النايف، عندي جمعة من اللي نقلت لهنا أنا وعائلتي، والحق السلام السلام، مرة نشتوا على حانوت في الحومة وحكينا شوية. باهي، اش تعرف عليه؟ متقاعد يعيش وحده، زوجته متوفية وولده يعيش في الخارج. فما شكون يجيه للدار؟ الحق ماريتش، اما شفت مرة ولا اثنين مرة تجيه للدار، يا قريبته يا منظفة. اخر مرة ريته فيها وقتاش؟ البارح ريته في الحومة يحوس بالكلب متاعه مع صاحبه، سلمت عليه هاج علي الكلب قال لي ما تخافش. يا مجيد، بلايت حقه من حكاية المرأة اللي تجيه وصاحبه هذا شكون؟ شوفوا التليفون متاعه. وانت يا سيحسونة وقت الحادثة فين كنت؟ في داري، رجع للصغيرات في دروسهم، سمعت حس اللطخة خرجت نلقى سي بدر الدين طايح في القاع، اتصلت بالشرطة. او بعثنا باش نجيبوها لمرأة، عرفناه فام دي ميناج. اما هو صاحبه سي سامي يكلم الزملاء تقريبا قبل بـ30 دقيقة من الجريمة، وبلغ على اتصال هاتي في جهة من القتيل يقول له اجري لي راني باش نموت. وفينه هذا؟ وتحققتم المكالمة؟ او مع الزملاء. اسمع المكالمة، هاو عنا التسجيل متاعها، إجا نسمعه. يا سامي يا سامي أخي اجري لي باش نموت، يا سامي يا سامي اجري لي. واضح يا زميل، نادي لي عليه سامي هذا ترى. سيد المفتش أمس العشية عملت مارش أنا وياه، من بعد صارت بحذاه شوية في الدار، الوقت استاخر قلت نولي نبات بحذاه خطر ما نجمش نلقى ترانسبور. الصباح يزمني نروح باش نهز مرتي للسبيطار، وخليت لمي المنظفة باش تجي تعمل ميناج. واضح واضح. هذه لميا أربعينية تخدم في دار المرحوم عندها سنين، وكانت قايمة بيه وبولده تي من وقت اللي توفيت زوجته. كل يوم تجي تنظف الدار؟ مرتين في الجمعة، مرة هونا للصابون ومرة جرون ميناج. واليوم وقت جيت؟ جيت مع 7 متاع الصباح، 10 كملت روحت، وصاني باش نجيب ماكله لبوبي الكلب، قلت له هاونا توا عند لول خاطر عندي شويه قضيات في البلديه. كي لقيت صف طويل قلت توا نرجع نهار اخر، مشيت حطيت الماكله للكلب وروحت. ما قابلتش المرحومه؟ لا لا، خاطر على حد علمي ماشي يجبد في شهريه. المرحوم ما كانش عنده خلافات مع حد؟ لا، ناس طيبة، حد وحد روحه، ما عنده كين صاحبه سامي وكلبه اللي يخرج معاه. ما لاحظتش حركة مريبة، حاجات تلفت الانتباه؟ ها زيد ثبت المدة الأخرى لاحظتش حاجة؟ لا سيد المفتش، من اللي عرس نقضي شوري وروح على روحي. ليه وجار وحسون هذي تعرفوا؟ ليتو مرة ولا اثنين، ما عندوش برشة من اللي يسكن لهنا، حتى هو زيدة تحسه حد وحد روحه. أما ما بيناتنا سيد المفتش كلي بري هكا وما يحبش العبيد. وشنو اللي خلاك تقول هك؟ المرتين اللي ريتوا فيهم العشية بعد المغرب، الدنيا تبدأ تظلام وهو يبدأ يمشي ويتلفت للدار، دي حتى من بوبي خرب الدنيا بنبيح، من وقتها مرتحتلوش.
واضح واضح يا مجيد، ترى عاد سمعني التسجيل. يا سامي يا سامي وخي هجري لي، جنموت يا سامي يا سامي هجري لي. زعما تخمم فين يخمم فيها صبري؟ ماني قتلك، راه كل شيء نجم يضاح بأي انديس صغير. إذا عرفت شكون القاتل في حلقة اليوم، أبعث الإجابة متاعك بالواتساب على 98-613-300 والإعلان على الفائز الخمسة متاع العشية في برنامج الخيرات السبعة.